ما ترجعناش بلاش، رانا جميعتين ما رقدناش، راهو ريحنا ريقنا شيح. هاي السلام عليكم. معانا السلام. معانا الخبير. معاكم راني معاكم. صور التراب. مرحبا بك، مرحبا. معانا الخبير معناتها المختص في مناجم الذهب. يظل انت عيناتك الدوله باش تبحث على منجم الذهب. الساعه سمعنا الاخبار هذا، معناتها ثم ذهب ولا ما ثماش؟ والله ايش باش نقول لك، والله الله يهداه مدام صابرين، الله يهداه الله يهداه. بن صدرين، بن صدرين صدرين، الله يهداه الله يهداه. طيب يا رسول الله، ما صدقنا ربي، اقنعنا الشعب اللي ما ثمش بترول والشعب سكت، يطلعونا بحكايه الذهب. يا اخي لهين بالذهب تو هنا، وين يشوفوا فيه الذهب؟ سامحني، ثم ذهب، ثم منجم ذهب ولا ثماش؟ يا ودي خويا، من جانا الذهب، من جانا الذهب. يا اخي هني لقينا حاجه مدرقين عليكم يا رسول الله، راهو هم حاجه، راهو كان مش نلقوا حاجه ولا نشرقوا اي حاجه، راهو مش نصرحوكم، ماناش نلعبوا يا رسول الله، رانا ماناش نلعبوا. هاك شوف اطبعوا لي نحفر، ها لقيناش حاجه، معناتها ما ثماش ذهب. ثمش بالله يا رسول الله، يا اخي ناقصين كلب هنا باش يزيدوا يكلبونا يا رسول الله. يمنا يجي الذهب، غير ثم حاجه راه قلنا لكم طول، ثم ذهب طول. زعما مش تقولون كيما عملتوا في البترول وكذا؟ لا 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 لا، كل حاجه بلاصتها. انا باش يكون في بالك، راني انسان نظيف ومحلف زاد، ماهيش لعب، ومسؤوليه خذيتها قدام الشعب وقدام الدوله باش نثبت يا ندرا ثم ذهب ولا ما ثم. والله كان ثم، انا بخل عليكم، راني نقول لكم راني مش امور لعب يا رسول الله، راه مسؤوليه راهي. هاك شوف نسمع، ها نحفروك ها ها مصباحوني نح، ها ايش تحب تعمل اكثر من هاك؟ ايش تحبون نعمل يعني؟ تو معناتها شكلتوا لجنه باش تلوجوا ثم منجم الذهب كما قالت مدام بن صدرين ولا ما ثماش؟ يودي ما ثم شيء، ما ثم شيء. رانا من ثان محلفين، مع ان ما ندرقوا على الشعب. انا اللي عجبك فينا ان زهمت، يعني ان زهمت يعني يا رسول الله. احنا راه الشعب عنده متشوك شويه من اللي جاء، ما ترسيناش كيما لجنه الرضع والوعد والروايق. قالوا زودي لجنه الرضع، انا لجنه الرضع تو نلعبوا هنا، اليوم نقول له محلف ويقول لي يا ودي رايك ثم حاجه باش نصارحوا الشعب. احنا مش نصارحوا الشعب، كل مهني وماناش باش نخبوا حتى شيء. اول حاجه دوب ما نلقوا اي معلومه، اي حاجه نلقاها تخرجوا نعملوا الندى الصحفيه بتاعنا ونعلموا قدام الملا ها وش لقانا وهاو كذا، والناس الكل راهي مش تاخذ حقوقها من الذهب، كان ثم ذهب. معناتها هاك تستعملوا زاد يظل في البخور وقاعدين تبخروا على الذهب ولا كيفاش؟ هاي هاي بخره ما سمعتوا يا رسول الله، لازم لجنه هي كامله، يندب فيها اللي يحفر، فيها اللي يندب، فيها اللي يعيط، فيها اللي يحط البخور، باش نخدم على السياق الكل من نواحي الكل، باش الشعب من بعد ما يقولش هو خلانا هنا بالمجهود نتاعنا في الحكايه هذه. اما كان نقول ذهب رانا مش نعلموكم. يعني تو فين وصلتوا؟ فين تقدمت على البحوث بتاعكم؟ ما لقيتوش حاجه، فين وصلتوا بالضبط؟ احنا رانا استخرجنا التوبه. توبه معناتها توبه بتاع تراب. توبه، استخرجنا التوبه وبعثناها لفرنسا باش نحللوها. غاديك بفرنسا. بعثتها لفرنسا؟ اي اي. والله غالب. للاسف. فاش بعثتها الساعه؟ بعثناها في الطياره، فاش بعثناها؟ على رجلها، تما توبه بعثناها في الطياره باش تتحلل في فرنسا. قلنا اسرع وقت للجنه باش تعطي تقريرها وللشعب. توبه معناتها بعثينها في الطياره، الطياره شنو؟ طياره شنو؟ طياره شنو؟ طياره خاصه بالتوبه، هزت التوبه غاي. لكن للاسف قدر ما نعرفوش شنو اللي صار بالضبط، والتوبه تفتشت غاديك في الطياره. ايش عمل؟ هاي رستنا جبنا توبه اخرى وبعثناها في طياره خاصه، تو خرجت الطياره. براسك تو، براسك تو راهي خرجت من تونس، خارجه من تونس، خرجت من تونس تو الطياره. معناتها خرجتوا زوز طيارات خاصه باش توصل التوبه. وش نعمل؟ راه باش نعمل كل شيء، انا التقرير باش نعمل الندوه الصحفيه نتاعنا. شنو باش تحلوا؟ باش تحلوا التوبه في فين؟ في مخابر فين؟ اي مخابر خاصه نتاع الذهب. اي بالحال غادي هكا ثم ذهب وكذا كذا، اخويا باش تبيعهم ونجوا الناس كل نعفروا ونتعاودوا الشعب الكل نتعاونوا مع بعضنا، وان شاء الله كل واحد مش ياخذ باي. راهو مالناش حتى واحد، مشكل البترول هذا قال هذا راهو الذهب. رانا اذا مش نلقوا حاجه راهو الشعب كل مش ياخذ النصيب نتاعه، كل مواطن عنده حق، يحب يبيع بروحه حر، يحب ما عنده ثقه في الدوله وكذا زاد يبيع بروحه، عنده ثقه في الدوله يتعامل مع الدوله، يعطي للدوله الدوله تبيع له، معناتها محلوله الامور. ان شاء الله نلقوا، ان شاء الله نلقوا. باهي انت بصفتك معناتها خبير معناتها في الذهب، انت ساعه سامحني، انت تو رئيس لجنه حطوك، انت ايش تخدم بالضبط؟ والله الحق نتاع ربي، انا راني براسك نخدم صايغي. صايغي؟ اي صايغي. معناتها صايغي يحطوك على رئيس لجنه نتاع ذهب زعما، معناتها مش تلقى ذهب باش تخليه انت. يا خساره، الناس تعرف نزاهتني شنو؟ تو يعرفون الناس شنو حتى يلعبوا، تو الحديث هذا خير طلع تو. اي خاطر ما يجيش صايغي يحطوه في رئيس لجنه نتاع ذهب. يا ودي هم مش خذوني على خاطر صايغي، اختار زاد شيخني. شو شيخ؟ معناتها عزيم. عزم زاد؟ هذا الوقت تعزيم. ها الذهب يخص كذا كذا، نعملوا زاد هكا.
منه ومنه معناتها ما يقعدوش واحد من واحد نخدم منه ومن ها مالاش البخور ها البخور مش من هنا راه ها خلاص هذا البخور مش من الماء هذا شم البخور يهدك ريحة الواحد ريحة الذهب طول وتعرف الماء وما ثم شيء حاليا ما ثم شيء ما نكذبوش على العباد راه كان ثم حاجة كل واحد مش ياخذ حق باهي معناتها انت تحفر وحدك ولا ثم شكون قاعد يحفر زادة في اماكن ثم 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 كل واحد ياخذ حقه كل انسان لازم نذكروه في اللجنه وهذه تسمى مصداقيه اللجنه تبع المقيم العام نتاع فرنسا تهبط تبرح هذه لا تشطر البال هذه نتاع المقيم العام نتاع فرنسا هبط يحفر اي جاب هو يحفر وانا ضربت اثنين يعمل على نطل ضربت اثنين يعمل على نطل وراه كل شيء قاعد يصير على عين مش نلعب وراها كانت حلبه مسايبه باي انت حاسب خبرتك معناتها انت كخبير تو في الذهب ايش تنجم تقول معناتها ثم ذهب زعما ولا ثماش اسمعني باش تحبوا تفهموا مستمع ولا باش يكونوا واضحين معاك ونجاوبك فهمك الموضوع. راهي ريت الطبقة نتاع الأرض نتاع تونس راهي فيها ثلاثة طبقات. عندنا سيدك الطبقة الأولى اللي هي ذيك القشرة من فوق. عندنا الطبقة اللي من بعدها اللي هي الطبقة الرملية اللي ندفنوا فيها هذه. وعندك الطبقة اللوطة اللي بالكل هذيك الطبقة القلب نسموها هذيك الموجود فيها البترول، الفصفات، الحديد، الأمنيوم، البليكيور، الثورة في مخ الذهب، كل شيء موجود في الطبقة هذيك، لكن للأسف إشكالية عرضتنا. أها شنو هو الإشكالية؟ والله شو نقول لك؟ إحنا ما نقولوش في السير، أما شاكين اللي الطبقة هذه القلب تسرقت. نعم؟ تسرقت. الطبقة كاملة بتاع لوطاها سرقوها. إيه وماشيين بعد من ذلك، يمكن ثم طبقة ولا زوز طبقات ما لقيناهمش. باش نصالحوا الشعب راهو. معناتها تونس تو عايشة طبقة واحدة هذيك القشرة الفوقانية عايشة تو هذيك العايشين كل قشرة الفوقانية هذيك كل وزوز طبقات معناتها مش تتهزر طبقات ماشي إن شاء الله هني نقول كيفاش تجبدوا زوز طبقات ونعرف عليهم كيفاش تتصل فيني ونعرف هني أنا مازلنا اللوج هذا تصريح خطير راهو يا ودي تصريح خويا هني مش أنا اللوج على الذهب دخلنا هني تهزوا معناتها زوز طبقات أرضية تهزت من اللوط تو مش يركبها لي يا ودي أنا ما عنديش حتى دخل ني رئيس اللجنة في البحث على منجم الذهب دخلني هذو طبقة هذو أرض هذو تونس هذو البحر ما دخلني إيه معناتها ثماش شكوك ثماش معناتها شكيتوش في شكون هزهم زوز طبقات معناتها تهزوا ثماش واجهتوش شكوككم إحنا رانا قاعدين نخدموا راهو ثم ناس متكلفة في اللجنة نتاعنا إحنا رجعنا من اللي صارت الثورة من كل شيء جا إحنا باش نكون واضحة معاك في الترويكا موجود في عهد الترويكا موجود ثلاثة طبقات موجودين معناتها زوز طبقات تهزوا في عهد الترويكا يمكن في عهد الترويكا يمكن بعدها بشوي تهزوا زوز طبقات فشكون شاكين انتم؟ والله حاليا نجم نحصر معطيات اوليه راه مش في حاجه باي. رسميه معطيات اوليه شاكين في المرزوقي هزهمش خرج برا هزهمش شاكين في المرزوقي ايه معناتها زوز طبقات تو تهزوا خاصه الطبقه اللب طبقه القلب طبقه القلب تهزت هذه 70% تهزت 50% الطبقه الاخرى بتاع الموتى ماناش عارفين مازلنا هنا لو ان شاء الله انا قاعدين نخدموا ليش مازلنا انا باش نقول راه نخدموا في ظروف سيئه احنا رانا تعبين يا رسول الله رانا تكلمنا على ارواحنا انا بعثت حتى مرات للسيد رئيس الحكومه اي نعم كنا باش نعمل حتى اوقات تجي خويا ناقصين يا رسول الله باهي سامعني انتم تو حاليا ما لقيتوا حتى شيء ما لقينا حتى شيء خلينا نكذب عليك قال باش ما نكذب زياد وكل شيء على المقيم العام تاع فرنسا تنجم تسال تقوي بالله ها يجل يجي ويطلب روح لقيناش حاجه يا اخي مخبين عليكم هنا يا رسول الله يا ودي خذوها حاجه في مخاخكم رانا كان باش نلقوا ذهب رانا باش نقولوك باش نلقوا بترول باش نعلموكم باش نلقوا بلاكيور باش نعلموكم نتخطى نلقوا الكل باش نعلموكم بيه باش علاش ندربوا ترى معناتها النجم يقولوا حاليا ما ثم حد شيء ما لقيتوا حد شيء قد ما حفرتوا ما ثماش ذهب ما ثماش بترول لا اخويا لا ما تنزلش لي كذب مال احنا مازلنا عندنا معطيات اوليه ولقينا حاجه ان شاء الله في الندوه الصحفيه باش نصالحوا الشعب كله شنو لقيتوا بالضبط لو والله نلقوا حاشاك احنا شبو فطيره ها الراس نتاع قدك احنا شبو فطيره نلقوا غاديك ان شاء الله باش نعملوا الندوه الصحفيه نتاعنا وباش نقسموا كل واحد ياخذ الطريفه منها من الحنش الناس كل مش تقسموا يا وصلها بايها من الحنش هم يردوا بالهم من السم ديني لو رحت فجعت منه اقسم بالله والله العظيم كان سكني سكنه والله العادي العادي نفذ منه وبرا عادي يردوني موت جلطه ولا سكته قلبيه وما كان رويق ايه انت تو الحنش انت لقيتوا انت وشكون لقيتوا انا والمقيم العام انا والمقيم العام تاع فرنسا انا نقول حاضر عليه الحنش غاديك وشاف حنش اخضر عندهم هنا في الرقوبه نتاع شويه الصفره كما هكا وبدي يعمل شويه شعر كما هكا مش ولي عفريت
يعني معناتها من الثروات بتاع تونس كامل حاليا انت تطمن ما ثماش بترول ما ثماش ذهب لقيته كان حنش مفتيرة كان حنش والمنجم معناتها بتاع سيام بن سدرين بتاع الذهب اللي قالت عليه ما ثماش انت تنفي ما ثماش تو انا نحكي معاك راني رئيس لجنة يا رسول الله وفاهم فيك الحكايه هذه بتاع ذهب بن سدرين ما لقيناش خليني نكذبوا عليكم انا اعطيتك المعطيات او معطيات خاصه نورمالمون تتقال في الوحده في المؤتمر اللي مش نعملوه باش نقول اما هنيا قلت لك راني هزينا الطوبه لفرنسا وباش نحلها لها وعلى المعطيات هذيك باش نعرفوا انا عندي مخبر تو هنا بتحل لك الطوبه تو عطناها في طياره خاصه لفرنسا يا رسول زوز طيارات خاصه هزوا طوبه معناها اي زوز طيارات هزوا طوبه باش يحلوا لها بعثوا لنا التقرير بس الصون نمر من برا هذا الو هاي مدير اللجنه معاه هاي كيفاش لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله دف الله ما كان نعرف شنو ترى باهي هاكا هو دايم ربي باهي هاي باهي هاكا شكون نجرتو فيها صورتو عرفتو تما باهي هاكا هاي التوبة تفترشت ايش نعمل لكم تو ما تراتيني لا في توبة أخرى تو تفترشت مرة أخرى في الطيارة تفترشت مرة أخرى برا يا رحمة باش تخرجوا طيارة أخرى هاي يا سيدي برباش راه وريك شيح يا سيدي برباش برا عاد خويا عبد بعد رجلك يبعد يبعد هاي ايش بدك التوبه هذه التوبه هذه ايش معاه ايش ليش هزاها تو هاي هات نلحقها على الجماعه هات بعدين بعد ايدك بعد ما